على هشام خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وصلوا على النبي يا عباد الله، وصلوا على النبي يا المسلمين، وصلوا على النبي ثلاثة يا النبي. وسيدنا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الظلم، ما تيبغيش التعدو، ما تيبغيش التعدو. الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الظلم. شوفوا سيدنا، راه حنا مسلمين، باش حنا مسلمين باش كل واحد تياخذ حقه. عاد العبد المذنب راني صغير، والحمد لله وفقنا الله، ولدنا وليدات، وجمعنا الشمل، وسكنت وليداتي، وهاد الدويره هادي اختي بعتها ليا، حتى هي مسكينه تهبرات عليا بها، وشريتها من عندها، هذا فضل من الله. ها هي مسكينه، ها هي مسكينه. انا كبرت يتيم، انا وياها، وقالت لي ولدي اخويا انت يتيم، وانا غنتفبر عليك بهاد الدار. ها هي غنتفبرك عليها، ما عندك شيء. الحمد لله. نعم اسيدي، وشريت هاد الدار هادي، وسخرت انا وليداتي، وسته ديال الوليدات اللي عندي، سته ديال الوليدات تبارك الله، وانا هذا سميتو ساكن فيها. وملي كنتنا هاد السيد هذا كرينا ليه، هاد الدار، بقى ساكن معانا. وبشحال تيخلص؟ 4500 عباد الله، 4500 ريال. كاين شي دار ليا ب 4500، ما بغاش يزيد زياده، ما بغى يعطينا حتى حاجه. والله سبحانه وتعالى باش الله سبحانه الله يحكم فيه، حتى ديك 4500 ما تلاش بغى يعطيها ليا. ورفعت به دعوه للقضاء، وحكم عليه القضاء بالاداء والافراغ، واستانف وحكم عليه الاستئناف بالاداء والافراغ، وجا وفرغوا ومشى بحالته. هادي 3 سنين واستقرت انا وولدي، ولدي كان كاري، وخرجته من دار الكرا عند الناس، وجبته ودخلته للدار. انا قلت له خذ ولدي هات سكن، ما عندك شيء، ما خدام شي خدمه، سكن ولدي هذا. وسكن انا ولادي كاملين، 6 ديال الوليدات ساكن معاهم في هاد الدار، وما عندهمش، وحنا مستقرين هذا. وهما دابا هي اللي تيعاونوني، هما اللي تيهزوا بيا، وانا ما خدامش ومريض. وهاد السيد هذا سبابه اجز عني السكر، وليت مريض بالسكر، العينين ما بقيت نشوف مزيان، الدماغ عندي ما بقاش هو هذا، والحاله حاله الله، ولا اله الا الله، ومحمد رسول الله. وهاد السيد هذا انتوما يا فراغ، ولا عنده الدار ديالو، ها الوثيقه ديالو، ها هي الملكيه ديالو، ها هي الملكيه ديالو، عنده دارو الحافظ ابراهيم. هو يا حافظ ابراهيم اللي بغى ياخذ لي الدار ديالي، وخلى الدار ديالو، وما عندوش غرض هو يا باش هذا، بغى غير ينتقم مني. هاد السيد هذا عنده الدار ديالو، وعنده براكه. وهاد السيد هذا اش بغى عندي؟ وفين هو هاد الحكم؟ اين هو هاد الحكم؟ يا حكم الشعب، يا حكم الشعب، فين هو الحكم اللي غادي يحكم ليا؟ فين هو حقي؟ فين هو حق وليداتي؟ فين هو حياتي اللي ضيعتها؟ ضيعت هاد ولادي، ضيعت ولادي، ها ولادي بنيت ليهم فين يستقروا، وهما اللي تيكونوا بيا. قال لي غادا يخرجوا ولدي ويدخلوا هويا، ملي خرج انا هاد الولد ويمشي هويا، دوك الفلوس اللي تيعطيني ويعيشني بهم، راه غادي يمشي يكري بهم، وانا شكون اللي غادي يوكلني؟ وانا ما بقات عندي الصحة، ما بقى عندي والو. وانا تنطلب من صاحب الجلال البريك محمد السادس نصره الله يراجع هذا الملف ديالي، وراجع الدعوه ديالي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ملك محمد
مشيت ما خليت على بنتي مشيت السلطات اي سلطه تنقدم ليها الملف ديالي تيقول لي هذا حكم نهائي. كيداير هذا الحكم النهائي؟ مجلس الاعلى علاش مجلس عصام ما عادش اللي غادي يحكم عليه؟ علاش هو رسول؟ علاش؟ خصني تعرف خصني راجع الملف ديالي وهاد الناس تيتعناو بالسيد نسيبهم هو اللي هويا واقف معاهم وهو اللي تاخذ عليها الملف ديالي. علاش؟ هكا الله سبحانه وتعالى كاين اياه المجلس الاعلى علاش تياخذوا لي حقي وتنطلب من صاحب الجلاله الملك محمد السادس يراجع الملف ديالي ويشوف من حالي ويشوف من حال وليداتي. وهذا السيد هذا علاش هاد الدار هذه؟ قدمتي شكايه لوزير العدل؟ وقدمت شكايه لوزير العدل. ها الشكايه ها هي ها هو على احكام ها هما الملفات ها هو الملف ديالي كامل ها هو سيدي ها الحكم الاول ها الحكم الثاني ها الاستئناف ها هو يا الاستئناف سيدي. علاش علاش سيدي هذا سميتو فينا هذا ها ولادي ولادي ها هما يا ها باش كاري التواصيل ديال الكرا ديالو باش كان كاري وخرجتو من دار الكرا باش يجي يسكن هنايا لان علاش ما عندوش وولديك ولد صلبيك ما يمكنش انايا نخرج ولديك وندخل واحد اللي هو وثلاث سنين هادي باش خرج ثلاث سنين واليوم عادي يجي هذا يقول لك انايا غادي نسميتو هانتا ودار تا واحد دار واحد الشاهد شاهد زور وهو اعترف مسكين لان ما عرفني شيء ولما سمع بانه هو قال لك انا ها هو اعترف ها هو اعترف بان قال لك هذاك السيد جا عندي واعطاني هذا سميتو 4000 ريال ومشيت شهدت ليه لان كنت محتاج وما عنديش ها هي الوثيقه ديالو باش هو شهد وهذا الشيء كل شيء قدمته للناس المسؤولين وباقي ما خداوش على عين الاعتبار ديالي قالوا لي سير سيدي خذ دعوه اخرى وهذا واش انا هذه 6 سنين وانا عايش في المحاكم واش حال باقي غادي نعيش في المحاكم حتى نموت اش بقى لي انا راه عندي 62 عام اش بقى لي مازال بقى لي بقى لي نموت ونبقى ما نتقاتل على الدار حتى هذا سير واسقلوا العيالات كبير تلاقوا بحس العارج وراح يجي يهضر لا فضيحه اه صافي خليه سير سير وانا اليوم انا اليوم شوف انا معتصم انا وولادي وانا وعائلتي وجيراني تا هما تيسكروا المركر تيقولوا لك اللهم ان هذا مركر احنا معاك فين ما بغيتي نمشيو معاك نجيو معاك ولكن راه اخر مرحله راه بنادم تيموت على شي يموت على بلاده ولا على ولاده انا راه غادي نموت على ولادي ولا على بلادي انا الى بعد الضروره رانا غادي نمشي عند محمد السادس نمشي نتلقى ليه ونشكي عليه ونشكي لله سبحانه وتعالى ولا ما خداوش لي حقي ولا ما خداوش لي حقي ولا ما خداوش لي حقي غادي نطلع حتى الفوق ونلوح راسي ونموت اللهم ان هذا منكر ما